الخير على حضراتكم، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022. فرنسا جابت جون في الدقيقة الخامسة، طبعا يعني مش عايز أقول العالم كله بيترقب نتيجة مباراة النهاردة عشان يعرف النهائي كاس العالم هيبقى عامل ازاي. احنا طبعا يعني احنا زي ما انتم شفتوا دايما داعمين لنتائج الرائعة اللي عملاها منتخب المغرب الحقيقة، يعني نتائج باسلة، والنهاردة يعني شرف كبير حتى لو ما تأهلتش المغرب لنهائي كاس العالم، لكن الحقيقة يعني وصولها بس لأنها تبقى تالت ورابع، يعني بتلعب على التالت والرابع، ده مركز مهم جدا في المربع الذهبي ل2022 فيفا قطر، وإن شاء الله كل التوفيق وبنتابع مع حضراتكم وهنقول لكم. عارفين أن فرديات ومهارات فرنسا قوية جدا، لكن المغرب مدفوعة بحماس ملايين من العرب والأفارقة، أول مرة يتحطوا في المركز ده، وإن شاء الله يكون ليها توفيق. النهاردة هو اليوم الثاني لقمة أمريكا أفريقيا، وزي ما توقعنا بالأمس وأكد لنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صفي الدين محمود كان معنا من نيويورك بالأمس، أنه أمريكا هي اللي عايزة من أفريقيا حاجات كتير جداً، وورقة حقوق الإنسان والقطاع الخاص حاضرة في هذه القمة لكي تلاعب أمريكا قادة الدول الإفريقية، لا يطالبون بحقوقهم، وعلى الأقل تلبخهم شوية يحققوا شوية معايير من حقوق الإنسان طالما هي متأخرة عندهم قبل ما يطالبوا برفاهية مواطنيهم. طبعا احنا مش بنقوله على اننا موافقين عليه، لكن يبدو ان هو ده التصور الامريكي للقمة. النهاردة اليوم الثاني ويوم مهم جدا في اجتماعات يعني مهمة جدا ومكثفة للاعمال، و يعني تبادل مسألة الخبرات والاستثمارات وال التوقع انه يبقى في اقبال من الشركات الامريكيه على الاستثمار في افريقيا، ده محفوف يعني بخطر ومخاطر هنشوفها. ايضا النهارده تبدا مصر في جولات مهمه جدا من المحادثات. النهارده السيد الرئيس عقد اجتماع مهم جدا مع لجنه اسمها لجنه اصدقاء مصر من الكونغرس والسينتس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والحقيقة يعني دي حاجة مهمة جدا، وأي دولة في العالم من حقها بل من واجبها أن يكون ليها اللوبي أو التجمع الداعم لسياستها. وأكد الرئيس مرة تانية وتالتة وعشرة على حق مصر المائي الذي لن تتنازل عنه ولن تتحرك عنه شعرة واحدة، وضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاثة، لكن السودان غائبة، فحتى إذا وعدت أمريكا بأنها ستضغط لتحل فحيكون ده مؤجل بحجة أن السودان مش موجود، لكن هنشوف. وحيكون معانا تحليل لأحداث اليوم الثاني وما وصلت إليه القمة الأمريكية الإفريقية عبر تقنية زوم مع الأستاذة أسماء الحسيني مدير تحرير الأهرام، وحنشوف كده إيه العلاقات المصرية الأمريكية مرشحة إن هي تروح فين بعد هذه القمة اللي بتعول فيها أمريكا كثيرا على مصر كبوابة لإفريقيا وكعامل مشترك بين العرب في اجتماعهم اللي كان لسه قريبا من 3 أيام مع الصين، وبين الأفارقة اللي بتجتمع معاهم النهاردة واللي بتغزوهم البضاعة الصينية بالأصل لأنها رخيصة. خليني أبتدي مع حضراتكم بمقال لنيافة الحبر الجليل أنبا إرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، المقال الأسبوعي بجريدة المصري اليوم، واليوم كان عن المهندس سامي فهيم علامة مضيئة. وبيقول أنبا إرمية أنه
بيستعرض بعض جوانب عملية وإنسانية في حياة هذا الراحل العظيم، وبيبدأ المقال في صفحة جديدة من صفحات التاريخ المشرقة لشخصيات عاشت حياتها نورا في العالم تبث فيه نفحات من الضياء والبهجة، حتى صارت حياتها إشراقة أمل يقتفي كثيرون أثرها. أقتطف الحديث اليوم عن إحدى تلك الشخصيات التي سارت في طريق الخدمات الإنسانية في رحلة عطاء بنيت بالتعب والجهد والعمل الدؤوب بإخلاص وتفاني لا يتكرران إلا نادرا. يتحدث عن المهندس سامي فهيم اللي تخرج في كلية الهندسة وعمره لم يتعدى 21 سنة، وهو في ريعان شبابه ومثل مصر في نيجيريا وتمكن من تأسيس صناعة الأساس المعدني وتدريب العاملين، وقدم مشهد مشرف مضيء عن وطنه وكيف أنه كان صاحب إنجازات صناعية بتأسيسها عددا من الشركات، الزوج والوالد والجد والمربي والأرخن المهندس سامي فهيم جبرائيل. وبيستعرض نيافة أنباء أرمية أجزاء من حياة المهندس سامي، وفي النهاية بيقول: على الرغم من ترقي المهندس سامي فهيم مناصب عليا بقطاع الأعمال تركها واهتم بمشروعه الصغير مع زميل له عاد معه من نيجيريا، واستأجر معا مكانا بالأميرية وأعداه بما يلزم من معدات، عمل بتواصل حتى نجح في تأسيس مجموعة شركات يعمل بها آلاف من الشركات من العمال ومن المهندسين ومن الفنيين، وتشارك في تأسيس مكتبة الإسكندرية والمتحف الإسلامي والمكتبة العامة ودار الكتب والوثائق القومية، بمعنى مدها بالأثاث المعدني، ومكتبة ماري مرقص العامة والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. ثم ترك المهندس سامي الشركات الأساسية لشريكه واكتفى بمصنعين شركة تجارية بمدينة العاشر من رمضان ليبث فيهما من روحه فينموان نموا كبيرا. طبعا مش بعيد على حضراتكم الأيام اللي غطينا فيها بشكل خاص نياحة هذا الأرخن الكبير وأيدي البيضاء على العمل الإنساني وحصوله على الجوائز المهمة من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، جائزة علا غبور، ويوم تكريمه اللي عرضنا أجزاء منه والفيلم التسجيلي اللي اتعمل عنه. الحقيقة ربنا ينيح المهندس سامي فهيم ويقبل كل الدعوات اللي قدمت لأجل روحه الطاهرة من المسلمين قبل المسيحيين الذين أحبهم ووقف معهم وشاركهم أكثر من 50 سنة، وكان يحنو دائما عليهم بقصص كثيرة. طبعا مباراة مصر والمغرب يعني اللي بدأت منذ دقائق واللي أعتقد أنه لم تتحرك النتيجة عن 1-0 لصالح فرنسا حتى الآن في نصف نهائي مونديال قطر 2022. ملايين من جماهير الكرة العربية من المحيط إلى الخليج بيتابعوا المباراة التي تعد الثانية في منافسات الدور نصف النهائي من مباريات كأس العالم قطر 2022. أمس كانت مباراة قبل النهائي الأولى وجمعت الأرجنتين وكرواتيا وفازت فيها الأرجنتين 3-0 طبعا فوزا ساحقا، لكن ما ننساش أن تونس غلبت فرنسا المرة دي. فبما أن تونس غلبت فرنسا وتونس خرجت، يعني المغرب ممكن يكون منتخب أقوى بكتير من تونس، فلسه لديه فرص كبيرة للفوز وتحقيق الحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم. منتخب المغرب يتصدر المجموعة الستة في الدور الأول، تغلب على أسبانيا بركلات الترجيح في دور 16، وبعد كده الدور الثمانية كان موعده مع معركة جديدة أمام البرتغال انتهت بفوزه بهدف للا شيء سجله يوسف النصيري. أما فرنسا فتصدر منتخبها بدوره مجموعته في الدور الأول وتغلب على بولندا في الدور الثاني اللي هو 16 بنتيجة 4-1، ودور الثمانية فجر مفاجأة بالإطاحة بمنتخب إنجلترا القوي بنتيجة 2-1. النقد الرياضي طارق رمضان، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أبو، مساء الخير يا كل المشاهدين. أولا بنعتذر إن احنا واخدينك من متابعة المباراة هذه الدقائق القليلة،
لكن احنا أمر. لسه 1-0 مش كده؟ 1-0 وفي هجمه لفرنسا وضاعت يعني الحمد لله. طب انت متصور ايه لبقيه المباراه؟ لا هو طبعا وليد الرجراجي بيلعب بطريقه يعني دفاعيه قوي يعني 5-4-1 الطريقه ديت مع الفرنسيين ما بتنفعش لان هم طبيعي حتى في عدد يعني في الاستحواذ في ال 16 دقيقه اللي عدوا نسبه الاستحواذ بالنسبه للمنتخب المغربي اكتر من بالنسبه للاستحواذ بتاعتهم وهم واخدين على كده هم من 2018 بيسيبوا دايما استحواذ للفرق المنافسه وبيستغلوا الاخطاء البسيطه اللي بتحصل سواء في التمركز سواء في قطع الكوره وبيقدروا ان هم يحرزوا اهداف عن طريق يعني لعيبه مش متوقعه زي ده استثمار المهارات الفرديه اللي هم متفوقين فيها وفي نفس الوقت الاستحواذ بيكلف طاقه برضه بالظبط فهو حتى يعني الهدف اللي جابه هرمانديز طبعا خطا بالاستقبال بالنسبه للمدافع ديمبلي دخل كريزمان دخل مبابي خد 2 معاه فبالتالي المساحه فضيت لهرنانديز فحط الكوره في وسط طبعا الدفاع بونو كان طالع من 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 المرمى فاحرز هدف في الدقيقه 4 وده اول مره يعني المغرب يستقبل هدف مبكر بهذا الشكل انت عارف المغرب اقوى دفاع استقبل طول البطوله دي كلها جون واحد بس كان جون عكسي عشان يعني كده التساؤلات بتكثر حول اهميه يعني الاختبار الصعب لحارس المرمى النهارده طالما بقى في يعني تصيد للاخطاء واستثمارها بهدف سريع بالظبط هو لا هو بونو لا يسال عن الهدف طبعا لان هو لو لمس تيجو هرنانديز كان هيبقى ضربه جزاء فبالتالي هو خرج عشان يقفل الزاويه وقفلها لكن طبعا الثاني تعامل معاه بشكل واضح يعني وبشكل جدا تصورك لبقيه المباراه يا استاذ طارق هم هيسيروا على نفس المنهج الفرنسيين ما بيتغيروش في ما بي يعني ديشامب ما بيغيرش طريقته وما بيغيرش منهجه هو سايب دلوقتي الاستحواذ للمغرب بيقدر بيرجع بيدافع بيحاول ان هو يقفل الثغرات اللي عنده وبعدين لما بيستلم الكوره والكوره تبقى معاه بيبدا بقى ينتشر وبيبدا السرعات وبيبدا عن الخطط لكن عن النتيجه هل تتصور نوصل لركلات ترجيح؟ هل تتصور ان احنا نخلص بدري ولا ايه تصورك؟ الفرنسيين مش عايزين يوصلوا للفخ ده يعني ديشامب حذر من القصه دي انا مش عايز اوصل لضربات الترجيح مش عايز اوصل لوقت اضافي انا عايز اخلص في الوقت الرئيسي زي الارجنتين امبارح ما فاجئتنا مع كرواتيا بانها خلصت المباراه بنفس الشكل غيرت التكتيك بتاعها غيرت شكلها تماما ودي اللي احنا بنتكلم عليها ذهاب على المنتخبات الكبيره اللي هي بتعرف تتعامل في التفاصيل الصغيره في المباريات اللي تستحق ان هي اللي هي بتحتاج منك تجهيز نفسي كويس بتحتاج ان انت تتحمل هدوء اعصاب اكتر منها مهاره مندفعه بالظبط بالظبط فهو على المغرب النهارده ان هو يتعامل مع التفاصيل الصغيره ويمنع الفرنسيين من احراز هدف تاني عشان ممكن يرجع للمباراه بهدف فيبدا ياخدهم لضربات الترجيح اللي هو متفوق فيها لكن اعتقد ان الفرنسيين بيحاولوا بكل الطرق ان هم ينهوا المباراه بهذا الشكل يعني فنتمنى طبعا المغرب تعود هو عندهم حتى تغيير خارج رقم 6 داخل يعني تغيير واضح ان هو تغيير اضطراري عنده اصابه اللي هو لاعب المغرب رقم 6 فطالع دلوقتي ولازم الوقت كابتن يعني كل التوفيق يا استاذ طارق لمنتخب منتخبنا كلنا الحقيقه منتخب المغرب وهنتابع مع حضراتكم يعني اجواء المباراه مع كل جديد هام خلونا نخرج لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا اهلا بحضراتكم من جديد زي ما قلنا في بدايه الحلقه التقى اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجمع اصدقاء مصر في الكونغرس الامريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي السفير بسام رضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه صرح ان الرئيس التقى اليوم بمقر اقامته في واشنطن مع عدد من القيادات الجمهوريه بمجلس النواب الامريكي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصل للعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية. وعقب وصول سيادته للعاصمة واشنطن كان في استقباله كبار رجال الدولة الأمريكيين وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن. حرصت الجالية المصرية أيضا على استقبال السيد الرئيس لدى وصوله لمقر الإقامة في واشنطن. الرئيس الأمريكي جو بايدن بيستضيف القمة الأمريكية الإفريقية الثانية بمشاركة 49 من القادة الأفارقة لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية. احنا طبعا فقرة الحوار النهاردة عندنا عن هذا الموضوع، نشوف أهم القضايا المطروحة وأهم الأفكار اللي مصر رايحة بيها لهذه القمة المهمة. خبر اللي بعد كده خبر مهم جدا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال النهاردة أن المغالاة في الأسعار مش هيتم السماح بيها، وهتعطى مهلة أسبوعين فقط لكل المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع. وقال أنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضعهم لأسعار مغالاة فيها، وقال أنه رصد هذا الأمر وتم بالفعل مناقشته. وفي مؤتمر صحفي أضاف أن الدولة بتتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف من الأعباء المعيشية. تعالوا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي اللي أقامه النهاردة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وبعدها ناخد تليفون مهم عن الموضوع ده. والحقيقة يمكن أنا كنت بلمسها من لقائي المباشر مع المواطنين في الشارع، أو حتى في منظومة الشكاوى اللي موجودة في مجلس الوزراء، أو حتى يعني المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، هو عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض، وأنا بأكد هنا البعض، للأزمة اللي موجودة لي يعني وضع أسعار مغالة فيها جدا للسلع. ويعني مش عايز أقول إن ممكن كان بيبقى بيحصل تعديل وتغيير في سعر السلعة في اليوم الواحد لمجرد إن هو الاستغلال لهذا الموضوع. الحقيقة هذا يعني الشأن يعني اتحدثنا فيه، وكان في لقاء يمكن من يومين مع مجموعة مصغرة من السادة الوزراء وكل الجهات، والنهاردة الحقيقة ناقشنا الموضوع بصورة موسعة في مجلس الوزراء، لأن الهدف الرئيسي النهاردة، وخلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، الدولة بتتحمل زي ما أنتوا حضراتكم عارفين عن المواطن أعباء مالية كثيرة جدا جدا جدا، في ضوء الدعم اللي بنقدمه، في ضوء الخدمات اللي احنا ما زودناش أسعارها، وحاجات كثيرة جدا النهاردة الدولة بتتحملها، وكل ده هدف واحد إن احنا نخفف عن المواطن الأعباء المعيشية اللي هو فيها. فما ينفعش في مقابل هذا الكلام نجد يعني البعض أو فئة من التجار بيستغلوا الأزمة والوضع ويبدأوا يبالغوا في تسعير بعض السلع والمنتجات بدون أي سند وبدون أي منطق في هذا الشأن. فعشان كده احنا كنا حرصنا الشديد إن احنا صحيح بنحافظ على توازن السوق وتوافر السلع في السوق، ولكن في نفس الوقت ده واجب الحكومة ومسؤولية أجهزتها إن احنا نضمن إن السلعة بتتوفر بسعر عادل. ده الشيء الأهم. فعشان كده الحقيقة احنا يعني ناقشنا هذا الموضوع بصورة موسعة، ويعني اللي لمسناه من المشاكاوى الكثيرة جدا إن هناك العديد من المنافذ التجارية، ويمكن خلينا نتكلم يعني بمنتهى الشفافية، اللي بنتكلم على المنافذ هنا المحلات الصغيرة أو بعض الأماكن الكبيرة حتى الخاصة، اللي ما بيبقاش هناك وضع للسعر على السلع. أستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، مساء الخير على حضرتك، وخلينا نبتدي على طول. هل بتتوقع فعلا أنه بعد أسبوعين هنلاقي كل سلعة بتباع من أول حزمة البصل الأخضر لغاية الأنتريهات والتلاجات والغسالات، هنلاقي فعلا في سعر على كل حاجة زي كده؟ هو الطبيعي جدا طبقا للمادة 3 من قانون حماية المستهلك أن يحدث ده. مطالبة رئيس الوزراء جاءت في توقيتها المناسب، لأنه المبالغة في السعر تستلزم أن أنت تعمل ضبط للحكاية. بمعنى كان في قبل كده قرار من رئاسة مجلس الوزراء
بضرورة وضع السعر، وأنا قلت في البرنامج أنه ده مش هيحصل وما حصلش. يعني طبيعي طبيعي من وجهة نظر إيه؟ من وجهة نظر القانون. أنا بسأل حضرتك باعتبارك رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، المواطن لا يجد سعر على أي حاجة ومش هيعمل كل شوية خناقة. هو الحقيقة المادة 3 من قانون حماية المستهلك بتقول بتنص على حق المستهلك في المعرفة. حقي في المعرفة، في المعرفة يعني إن أنا أعرف السعر، المكونات، تاريخ الصلاحية، البيانات المدونة على العبوات، دي حاجة من حقوق المستهلكين ولا يجب إن إحنا نغفلها، ولا يجب إن أي حد بينتج أي منتج من المنتجات اللي بتتباع في السوق إن يغفل حق المستهلك في المعرفة. لكن إصرار رئيس الوزراء إن تطبق هذه المعايير أو هذا القانون يطبق، ده ناتج عن إنه كل ساعة بيحصل تغيير. يعني لك أن تتخيل بتبقى واقف عند البقال بيتكلم على إن البيضة مثلا بتلاتة جنيه، فجأة يقول لك لا البيضة بتلاتة جنيه ونص. أيوه أيوه، وأنت واقف. أيوه يعني على ما يعني تختار الحاجة، على ما تيجي تحاسب عليها يكون سعرها اتغير. يكون سعرها اتغير. حضرتك ما قلتليش رأيك باعتبارك في هذا المكان الحساس، هيحصل التجار هتلتزم بده؟ هيضبط اللي ما بيعملش كده؟ خليني اقول لك بوضوح شديد، اذا يعني حد حب يهرج مع الدوله، التهريج مع الدوله في هذا التوقيت، خاصه انه الضغوط على الدوله المصريه ضغوط يعني مزعجه جدا ومحدش يقدر يتحملها، لكن اذا فاض الكيل انا اعتقد الدوله هتاخد قرارات صارمه، والقرارات الصارمه دي هيكون بنتائجها ان في ناس هتدخل السجن. طب انتوا يعني كجمعيه باسم مواطنون ضد الغلاء، هل لديكم اليات تساعدون بها الدوله على اتمام هذا الامر؟ هو في حقيقه الامر احنا بنتابع مع الدوله، بنقول معلوماتنا. احنا النهارده في مواطنون ضد الغلاء اتحركنا في المجمعات الاستهلاكيه عشان نقول للناس روحوا للمجمعات، ودي دعوه لحضرتك ودعوه للمشاهدين على هذه القناه المحترمه انه يروح للمجمعات الاستهلاكيه. المجمعات الاستهلاكيه فيها كل الامكانيات التي يحتاجها البيت المصري. في المجمعات الاستهلاكيه في السكر والزيت والصابون والرز وكل اللي انت محتاجه. انا النهارده كنت عامل لايف في صفحتي على 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 الصفحه عندي، كيلو رز ب 14 جنيه ونص، ورز رائع جدا. مراتي بالامس عشان اكون صريح معاك جابته من البقال اللي جنب البيت بالتليفون ب 21 جنيه بالظبط. وعلى فكره عطوا لها كمان انه بيبعت لها مخدرات. لا وكمان يعني يا فندم بيشتروا الحاجات من التموين زي الشاي وزي غيرها ويبيعوها في محلاتهم، فده معناه انه لا توجد رقابة من اي نوع. يعني هي القضية مش بس قضية وضع اسعار، سعر ايه اللي هو هيحطه على باكو شاي واخده من الراجل بقال التمويني باربعة جنيه ويحط عليه سعر ستة جنيه؟ طب ايه المنطق يعني؟ هو الحقيقة بقى الرقابة الان في أجهزة الرقابة بكل ألوانها في الأسبوع ده هتتحرك حسب تعليمات رئيس الوزراء وحسب المعلومات اللي عندي، وبالتالي احنا بننتظر قدامنا أسبوع وهنشوف هل هذه الحملة سوف تأتي بنتائج إيجابية ولا لا. تمام. هل بالفعل اللي هيحدث التزام ولا مش هيحدث التزام؟ بشكرك. إذا حدث التزام يعني كان بها، ما حصلش التزام أنا أعتقد الأمور هتتصعد، والدولة اللي عايز يلعب مع الدولة يبقى بيستغنى، يعني بيعمل انتحار اقتصادي. بشكرك يعني جدا الدولة مش بتلعب، ده مستقبل بلد. مواطنين ضد الغلاء بشكرك، ونتمنى انه ده الطبيعي، يعني ده مش محتاج ان احنا ننتظر وتبقى حاجات شديدة وما حصلتش قبل كده. ده الطبيعي في اي حتة في الدنيا، ده الطبيعي. مش حاطط سعر على البتاعة تتصادر، اتكررت بيتقفل، يعني بيمنع من النشاط اصلا، وده في ايد الدولة وتستطيع الدولة انها تعمله، ومش هيؤدي لاختفاء مزيد من الاسعار ولا حاجة، مش هيحصل ان هو يؤدي لمزيد من الاسعار. شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم اعلن ان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني كلف الادارة المركزية للمناهج بالوزارة بمراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني للتأكد من عدم توزيع دروس خلال شهر مايو، وأضاف أنه الوزير يؤكد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني هتتضمن المناهج الدراسية من بداية توزيع دروس الفصل الثاني حتى نهاية شهر إبريل.
استاذ اسامه عبد الكريم الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. مساء الخير. مساء الخير يا حضرتك فندم استاذ. معلش يعني ايه بدايه توزيع الدروس بتاع الفصل الثاني؟ طيب لو معلش انا ممكن اخد دقيقه زياده عن الوقت المسموح لي، بس انا عاوز اوضح حاجه، انه المشكله بدات فين؟ بدات مع توزيع يعني اعلان امتحانات الدور الاول او الترم الاول لصفوف النقل اللي دايما بتعمل لبس كل سنه كده، لازم تعمل لنا مشكله. بعض المديريات تطلع في خريطه زمنيه محدده من قبل بدايه العام الدراسي من شهر 9 اللي فات، لا لازم احنا نعمل مشكله ونعمل لبس علشان خاطر نحدد يوم امتحانات، نضع الجداول بدون الالتزام بالجدول الزمني او بالخريطه الزمنيه اللي وضعتها وزاره التربيه والتعليم. كانت المشكله بدات لما مديريه اسيوط التربيه والتعليم في اسيوط وضعت جدول امتحان في يوم انه هيبدا في 4 يناير، في حين انه الوزاره والخريطه الزمنيه قالت انه ده هيكون في 4 لازم يبدا 14 يناير. وبالتالي اصدرت الوزاره قرار بالغاء اي امتحانات ما تلتزمش بالخريطه الزمنيه، لغايه لما بعد كده راسلت المديريات الوزاره وقالت لها ان احنا والله عندنا مشكله انه في تكدس وفي عدد كبير، فاحنا مش هنقدر في الفتره دي من 14 ل 26 كانت حددت في الخريطه الزمنيه من 14 ل 26 ان احنا لازم نخلص امتحانات الترم الاول. لما لقينا في مشكله في الحته دي الوزاره قررت ان نقول، قالت طب خلاص خلوها بدل يوم 14 تبدا الامتحانات الترم الاول خلوها يوم 9، فبالتالي عشان الامور تمشي ويبقى في وقت. طب اسمح لي يا استاذي، بس ده ايه علاقته بتخفيف المناهج اللي هو عنوان الخبر والذي لم ياتي في متن الخبر؟ بالظبط كده، احنا انا بقول لحضرتك ايه المشكله اللي بدات بعد كده. احنا بنتكلم والناس بتتكلم على فكره الامتحانات والمخالفه للخريطه الزمنيه، تفاجئنا انه الوزاره اعلنت انه خلاص هتقلص الترم الثاني لمده شهر، بدل ما هو كان وفقا للخريطه الزمنيه زي ما بقول لحضرتك انه معلنه انه هتنتهي في شهر 6، الامتحانات تبدا في شهر 6، قال لك لا الامتحانات بدل ما تبدا في 3/6 لا تبدا في 10 مايو. طيب مده شهر. طب الشهر ده اصلا ده يعني ده هيجي على المنهج خاصه، مين اللي هيحاسب على الحاجات اللي الناس ما خدتهاش والسنه اللي بعدها يبقى مطلوب منهم يمتحنوا فيها؟ بالظبط كده، احنا هي دي المعضله بتاعتنا. انا يعني انا مثلا كمتابع للملف التعليم انا مستغرب انه ازاي ان احنا في السنوات اللي فاتت مع الوزير السابق قال انه احنا اصلا يعني ايام الدراسه الفعليه للمدارس بتاعتنا او للمناهج الدراسيه بتاعتنا مش متناسب وعايزين نطوله. فطبعا افاجئ انه السنه دي لا ده احنا هنقلص شهر. وايه الفكره يعني؟ هل في حاجه يعني امن قومي تستدعي ان احنا نلغي شهر كامل من السنه الدراسيه؟ احنا برضو لما احنا كلمت اكتر من مصدر، طبعا المصادر كلها ما حدش عنده معلومه، لكن تكهن، والمعلومه الاقرب للواقعيه انه الشهر ده انه ده كان الامر عاوز يرجع على ما قبل كورونا، انه احنا كان طبيعي جدا الامتحانات بتاعه الترم الثاني تبدا في شهر 5 اللي هو قبل كورونا، لكن احنا بدأنا نرحل الامتحانات لبعد شهر 6 عشان تنتهي الموجة بتاعت كورونا، وانت حضرتك يعني والعالم كله كان والمصريين كلهم شافوا فترة كورونا وكان في تخوفات وكده، وعرفنا امتى الموجة بتاعتها العالية والذروة بتاعتها تكون في خلال الفترات الشتاء والشهور الباردة في مصر، يعني نعتبر نقول نسميها شهور باردة، لكن عشان كده رحلنا. فهو قال لي انه ممكن الوزارة ترى أو تسعى إلى العودة إلى ما قبل كورونا ونظبط الدنيا على أيام ما بعد كورونا. بشكرك طيب. يا أستاذ أسامة، يعني كلام شوية سوري مش مقنع يعني، بس حيبان طبعا وحنشوف معاناة التلاميذ الغلابة اللي كل شوية بيتحط لهم مواعيد. أنا أفهم ممكن إن أنا عندي امتحان بعد شهر يتقال لي لا ده أنت عندك شهر ونص، لكن فجأة يتقال لي الامتحان بكرة ولغينا الشهر، والدروس دي اللي هتتكركب فوق دماغ الناس دي هيتحاسب عليها مين، ومين اللي هيشرحها وهيطلعوا فاهمينها ولا لا؟ والسنه الجايه المنهج ده سنوات نقل، يعني مناهج بتترتب على بعضها. الاستاذ اسامه عبد الكريم الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام اشكركم جدا واكتفي بكده، رغم انه كان معايا خبر مهم عن روسيا اللي بتاكد ان مفيش
أي يعني حد طلب هدنة بمناسبة الأعياد الكريسماس، وإن هي مصرة على أنها تكمل الحملة العسكرية بتاعتها في أوكرانيا. خلينا نخرج لفاصل ونرجع على طول مع ضيفتنا للحديث عن اليوم الثاني من القمة الأمريكية الإفريقية. أستاذة أسماء الحسيني مدير تحرير الأهرام، مساء الفل على حضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا، التحية لحضرتك أستاذ إيهاب ولكل السادة المشاهدين الكرام. أستاذة أسماء، يعني السيد الرئيس كعادته نشيط جدا وبدأ بعقد لقاءات شديدة الأهمية النهاردة مع أعضاء لجنة أصدقاء مصر من الكونغرس، من الجمهوريين ومن الحزب الآخر الديمقراطيين، وعقد لقاء مع رجال الأعمال. يعني بداية كده بس أعرف تعليق حضرتك على نشاط السيد الرئيس بداية، وبعدين نشوف الملفات اللي هيبتدي يطرحها. يعني نعم، يعني بالطبع زيارة السيد الرئيس لواشنطن هي زيارة مهمة على أكثر من صعيد، بالنسبة للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة اللي هي في تقدم مضطرد، وكلنا شاهدنا المشاركة المهمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المناخ بشرم الشيخ والتصريحات الإيجابية التي أطلقها بشأن العلاقة مع مصر وما يعوله على مصر. وبالتالي يعني زيارة السيد الرئيس هي في هذا الإطار العلاقات الثنائية وبحث تعزيز مصالح مصر على كل الأصعدة، المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والشراكة مع الولايات المتحدة اللي هي حليف استراتيجي بالنسبة لمصر وحليف قديم بالنسبة لها. هناك طبعا مصالح أخرى تتعلق بالمصالح العربية في منطقة مضطربة، تحتاج مصر إلى تأمين هذه المنطقة وإلى حل النزاعات اللي يعني تهدد المنطقة العربية بأسرها. وهناك أيضا حديث آخر عن القارة الأفريقية التي هي محل النقاش الأساسي في القمة الأمريكية الأفريقية، والدفاع عن مصالح هذه القارة وشراكات عادلة مع الجانب الأمريكي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ودعم القضايا الأساسية في القارة الأفريقية. طيب أستاذة أسماء، النهاردة كان في تصريح مهم لسيادة الرئيس عن ثبات الموقف المصري على مكانه في ضرورة الالتزام بحق مصر المائي وتوقيع اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة، لكن السودان أصلا مش موجودة، فحتى لو قالت أمريكا أنها ستضغط في هذا الاتجاه هيكون الحجة بس السودان يخسارة أصلها مش ديمقراطية، فمعلش يعني ما جاتش، نجيبها المرة الجاية ونتكلم. بس بتشوفي ده ازاي؟ انا حاسس ان ده نوع من انواع المماطلة وقطع الطريق على تقديم اي شيء حتى في هذه الملفات اللي تستطيع امريكا ان هي تضغط فيها، ومأجلاها يعني للاخر خالص، او ربما ما يهمهاش خالص ان هي تتدخل فيها. بس اعتقد ان مصر كدولة محورية بين العرب واجتماعهم مع الصين منذ عدة ايام، وبين الأفارقة واجتماعهم مع أمريكا النهاردة وبكرة. نعم، بالفعل موقف مصر ثابت تجاه قضية سد النهضة. هذه القضية المحورية بالنسبة لنا قضية مياه النيل وحصول مصر على حصتها الثابتة من مياه النيل والتوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن الملء وتشغيل سد النهضة. هذا هو الموقف الذي عبرت منه عنه مصر في القمة العربية الصينية، وفيها هي تعبر عنه أيضا في هذه القمة الأمريكية الأفريقية، وتعبر عنه في كل المحافل وكل اللقاءات الدولية يعبر عنه السيد الرئيس والدبلوماسية المصرية، مؤكدين رسالة مهمة جدا إنه لن يحدث أمن واستقرار في المنطقة بدون تحقيق الأمن المائي في مصر وتأمين حصة مصر الثابتة من المياه،
والتوصل لهذا الاتفاق العادل الملزم. إذا كنا نتحدث عن تأمين الأمن الغذائي للقارة الأفريقية، فبالتالي الأمن المائي هو أكثر أهمية وأكثر ضرورة وعلى قدم المساواة. مصر رسالتها ثابتة أنه لابد أن يكون الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة هو حزمة واحدة في إطار التوصل لتفاهمات بشأن التوصل لسلام في داخل إثيوبيا نفسها، اللي شهدت على مدار العام الماضي وأكثر من عام حرب أهلية بين الحكومة المركزية وإقليم تيجراي، وأيضا في إطار النزاع بين السودان وإثيوبيا الحدودي، أنه يجب أن يكون هناك حل شامل إذا كانت إثيوبيا الولايات المتحدة الأمريكية الآن والاتحاد الأوروبي يدعمان التوصل إلى تسوية في السودان وفي إثيوبيا، فيجب أن لا يكون ذلك بمعزل عن قضية سد النهضة والتوصل إلى اتفاق عادل وملزم بالنسبة لهم. طب أستاذ أسماء، لو انتقلنا من مرحلة القراءة إلى مرحلة التحليل، هل بتتوقعي أن تعيد أمريكا لأنها فعلتها من قبل التحذير من التعامل مع روسيا كدولة أو من التعامل مع اقتصاد صيني رخيص لم تستطع دول إفريقيا أن هي تلتزم بهذا التحذير الماضي؟ هل بتعتقدي وخليني أحط حتة أنه في ممثلين عن الحقوق الإنسان والمجتمع المدني من الدول الإفريقية، هل بتشوفي أن ممكن أمريكا تستخدمهم كورقة ضغط على القادة الأفارقة أنه دولكم غير ديمقراطية بشكل كافي، فقلنا الحاجات دي الأول قبل ما تطلبوا بتنمية أو رفاهية؟ الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو عنوان تحركها الرئيسي، هذه المهددات الصينية الروسية بالنسبة لها في القارة الأفريقية. الصراع بينها وبين روسيا لا يقتصر فقط على أوكرانيا، وإنما أفريقيا هي ساحة رئيسية لهذا الصراع على النفوذ وعلى أيضا المصالح، وهي تستخدم في سبيل ذلك الإغراءات والضغوط معا. ستقدم مزيد من الإغراءات للدول الأفريقية، لكن ذلك سيكون في نفس الوقت مقرونا ببعض الضغوط على هذه الدول حتى لا تنجرف في علاقاتها مع الصين وروسيا. التعاون معهم هو تعاون غير مشروط، والصين ليست فقط هي الشريك الأكبر الآن للقارة الأفريقية وللدول الأفريقية، وإنما هي أيضا الدائن الأكبر لهذه الدول. واحد من كل 5 مشاريع في أفريقيا في البنية التحتية، المشاريع الكبيرة، تموله الصين، وروسيا تتغلغل بنفوذها بقوات فاجنر بتواجدها في العديد من الدول الأفريقية، كما رأينا في حالة مالي وليبيا وأفريقيا الوسطى والسودان وغيرها. وبالتالي نحن الآن إذا تنافس شديد محتدم، هذا التنافس يأخذ أشكال بعيدة، والضغوط ستتوالى على الدول الأفريقية من كل الأطراف، وستتوالى أيضا الإغراءات من أجل كسب ثقة وشراكة الدول الأفريقية. لكن الأمر في رأيي يتوقف على الدول الأفريقية التي يجب الآن أن تبحث عن مصالحها الحقيقية، وطبعا هي لن تستفيد من الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، ولكن بمزيد من التنسيق معا وبمواقف موحدة أو شبه موحدة تستطيع الدول الأفريقية أن تحقق مزيد من المكاسب والمصالح لشعوبها وتحصل على أكبر قدر من المنافع. يعني حتى الإغراءات تبدو هزيلة بالمقارنة لما تقدمه أمريكا والنيتو إلى أوكرانيا. مثلا امبارح في مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا تعهد الاتحاد الأوروبي ب 2 مليار ومليار تاني دولار وباتريوت وأسلحة من أمريكا تعهدت بيها، وحاجة يعني ما بتخلصش. فالتعهد بتاع جاك سوليفان ب 55 مليار على 3 سنين ل 52 دولة في أفريقيا يبدو هزيلا، لا يمثل أي إغراء أمام ما تقدمه على الأرض الصين وروسيا من أسلحة، من بضائع رخيصة، من توسيع رقعة زراعية، من نقل تكنولوجيا، من عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وهنا أسأل حضرتك، ما الهدف في رأيك من دعوة أمريكا لمنظمات حقوقية في مواجهة رؤساء دولها
ومن توقيت القمة اللي جاء على عجل كده بعد روسيا العرب بأيام قليلة. نعم، يعني بالطبع الولايات المتحدة قضايا الديمقراطية، قضايا حقوق الإنسان، هي شفافية، محاربة الفساد، هي شعارات ترفعها وفي الواقع هي تستخدمها أحيانا حينما يكون هذا الأمر لصالحها وتتغافل عنه وتتجاهله حينما يكون لغير صالحها، وهي أيضا أدوات وعصا تستخدمه في للضغط على الدول من أجل تحقيق سياساتها والانحياز لها في داخل القارة الأفريقية. الآن المنافسة ستكون شديدة، وأعتقد أنه الدول الأفريقية الآن هي يمكن أن تستفيد من ذلك، لأن الولايات المتحدة بالفعل تحاول أن تضخ الاستثمارات، 55 مليار التي أعلنت عنها هي مساعدات في مجال الاقتصاد والصحة وغيرها، وبالتالي هي أيضا تطرح قضية المساعدة أو الموافقة على ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، وربما في وقت لاحق انضمام الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية إلى مجلس الأمن. هي تقول أنها الآن بجانب أفريقيا لأنها اكتشفت أن الموقف الأمريكي السابق أضر كثيرا بالولايات المتحدة، وتحاول الآن أن تضخ روح جديدة ودماء جديدة في هذه العلاقة، لأنها كانت المتضرر الوحيد من الابتعاد عن القارة الأفريقية اللي بيتوقف عليها كثير من المصالح الأمريكية، تتضرر مصالح أمريكا في المنطقة حينما ابتعدت عنها الفترة الماضية. الآن إدارة الرئيس بايدن تحاول أن تضع أفريقيا على أجندة اهتماماتها وتطرح سياسة جديدة طرحتها في أغسطس الماضي حول ازدهار أفريقيا وأفريقيا أولا، وكل ذلك من أجل جذب وثقة وكسب ثقة القادة الأفارقة الذين الآن هم يقفون في متنازعين بين العديد من القوى الدولية، وعليهم أن يختاروا، وأعتقد أنه مصالحهم هو ألا تكون في الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، وإنما البحث عن المنافع والمكاسب والشراكات المفيدة لشعوبهم، لأنه طالما تم استغلال هذه القارة واستنزاف مواردها على مدى قرون وعقود المدى. طب أخيرا أستاذ أسماء، جدول السيد الرئيس مليء بأجندة للقاء رجال أعمال، أعضاء لجنة أصدقاء مصر في الكونغرس، كبار المسؤولين الأمريكيين، رجال دولة، يعني شركات. بتشوفي حضرتك ما زالت أمريكا طبعا هي الشريك الاستراتيجي، وده أكد عليه السيد الرئيس النهاردة، بتشوفي حضرتك إيه المكاسب اللي ممكن تخرج بيها مصر من هذه القمة، مش اللي هتطرحه، اللي هتحصل عليه؟ نعم، مصر تستطيع أن تحصل على مكاسب عديدة في هذه القمة. جدول اللقاءات الكبير بالجانب الأمريكي، ستكون هناك أيضا جدول مماثل للقاء مع القادة الأفارقة الذين يجتمعون معا في هذه القمة. ستكون فرصة لمصر لقيادة جهود القارة الأفريقية للتعبير عن المصالح المصرية، للضغط في سبيل قضية سد النهضة التي هي قضية أساسية ومؤرقة بالنسبة للشعب المصري والقيادة المصرية. أعتقد أن الأمر ستنتج عنه مصالح اقتصادية مباشرة، تعزيز المصالح السياسية، المزيد من العمل والتعاون في المجالات الصحية والتعاون في الاستثمارات ورفع التبادل التجاري وغيرها من القضايا المهمة للغاية بالنسبة لمصر في هذا التوقيت الحرج اللي بتعصف به بالعالم كله، أعاصير قوية، جاءت جائحة كورونا ثم عقبتها الغزو أوكرانيا وغيرها من المخاطر العديدة التي تحيط بدول العالم. مصر الآن تريد أن تعزز مصالحها وتبحث عن هذا مع كل الشركاء الدوليين، وأعتقد أن زيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت سيكون لها نتائج إيجابية للغاية. بشكرك يا أستاذة أسماء، شرفتينا. شكرا جزيلا. جزيل الشكر الأستاذة أسماء الحسيني، مدير تحرير الأهرام. وما زال لدينا يوم ثالث
في القمة الأمريكية الإفريقية، وهو يوم القادة ولقاء القيادات الكبيرة الرؤساء من الجانبين الأمريكي والإفريقي. وبكرة إن شاء الله هيكون عندنا تحليل لهذا الموضوع. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.